التكريم وماذا يمثل لك؟ والله يمثل لي طبعا شرف عظيم ان انا اخد جايزة من اشرف ومن اعرق الجوائز الصحفية في العالم العربي. انا الحمد لله خدت جائزتين، الجائزة الاولى في التغطية الخارجية عن موضوع انفاق غزة سنة 2010، وانا كنت اول صحفي دخل الانفاق، اول صحفي عربي دخل انفاق غزة، وكشفت فيها فضائح حماس وكيف حولوا أنفاق غزة إلى مافيا وأصبحوا أغنياء حرب وأصبحوا أغنياء على جثث ذويهم وأصبحوا أغنياء من قوت المصريين المدعم. طيب بارك فيك، جايزة بتمثل لي حاجة كبيرة جدا، الحمد لله وتوفيق من ربنا أن قدرت أخد جايزة نقابة الصحفيين، ودي للمرة الثانية في حياتي. كانت المرة الأولى من حوالي 7 سنين، وكانت المركز الأول أيضا في التغطية الصحفية، وكانت عن قضية الدكتور ممدوح حمزة. القضية دي كانت فجرتها جريدة الأخبار عندما تم القبض على ممدوح حمزة في لندن، وبعدها في الوقت ده كانت جريدة الأخبار قدرت تحول القبض على ممدوح حمزة إلى قضية رأي عام، وكانت الأخبار لها الفضل والسبق في تحويل القضية لقضية رأي عام. كان نتيجة هذا التحويل أنه تم الإفراج عن الدكتور ممدوح حمزة. النهاردة جايزة المركز الأول في التغطية الصحفية عن ما تناولته جريدة الأخبار على مدى أكثر من عام عن رموز نظام السابق فيما يعرف بقضية طورالاند. الأخبار كانت متميزة دايما في تغطية موضوعات طورالاند عن رموز النظام السابق المحبوسين في سجن. أنا أول شيء بعد هذا التكريم أولا لروح الوالد والوالدة الله يرحمهم، ثم لكل زملائي في أخبار اليوم. وهذا التكريم بيتلخص في الحصول على الماجستير في الصحافة الاقتصادية بتقدير امتياز، ومن هنا جاء هذا التكريم العلمي الكبير الذي أنا أتشرف به بشكل ضخم للغاية يعني. زائد طبعا أنا زي ما قلت أن أنا بعد هذا التكريم لكل الزملاء
والبوابة أخبار اليوم والأخبار الرياضة والأخبار اليوم ذاتها في حد ذاتها يعني. فأنا بشكر جدا كل من ساهم ولا أنسى أبدا روح مشرف الرسالة اللي أنا خدتها وهو الأستاذ الدكتور محمد منير حجاب رئيس القسم الإعلام بأداب صحافة سوهاج وهو الأب الروحي لهذا القسم وهو أحد كبار رجال الإعلام في مصر بإذن الله. أود أن تلقي لنا الضوء على هذه الجائزة وماذا تمثل لكم؟ حقيقة الأمر أن هذه الجائزة تتعلق بتقدير من نقابة الصحفيين لي كمحكم في جوائز نقابة الصحفيين. أشعر بسعادة غامرة من هذا التكريم لي بعد أن شاركت مع نخبة من كبار أساتذة المهنة في تقييم الأعمال المقدمة من الزملاء. سعدت كثيرا بأن كثيرا من تلك الأعمال كانت بالفعل متميزة. يوم التفوق الصحفي يعني هو واحد من أمجد أيام نقابة الصحفيين، يوم بنحتفل فيه بالزملاء الذين تفوقوا على مدار العام، بما يشجع الزملاء على المزيد من التفوق على أمل الحصول على هذه الجوائز. كما رأيت يوم التقت فيه الأسرة الصحفية حضر الزملاء الصحفيون الفائزون وكل زملائهم، حضرت حتى معهم أسرهم. يوم بالفعل بيحقق نوع من الألفة ومن التقارب بين كل أعضاء الوسط الصحفي. يعني طبعا ده يوم عيد لكل الصحفيين بنحتفي بيه بأهم شيء يعني بنفتقده وبنحب ان احنا نأكد عليه هو مهنة الصحافة. نحن نجتمع اليوم للاحتفاء بهذه المهنة وبالصحفيين الذين تميزوا في هذا المجال، ويعني إذا كان هناك في كل مجال أبطال فهؤلاء هم الأبطال الذين نحتفي بهم اليوم في كل مجال من مجالات الصحافة، كما نكرم أساتذة المهنة. يعني دائما كانت هذا اليوم في العاشر من يونيو، ولكننا للأسف يعني في خلال العامين الماضيين يعني توقفنا عن هذا الاحتفاء. فكان الاحتفال النهاردة بكل أعوام الثورة بالثلاث أعوام من 2011 حتى اليوم. نحن نهنئ زملائنا وزميلاتنا ونهنئ أيضا زملائنا وزميلاتنا الحائزين على شهادات الماجستير والدكتوراه الإعلاء عن قيمة العلم.